بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة الحديث القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ نعم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، لأنه يقول لم يزرني، كيف زار الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر. الشيء الثاني، أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفرا مخرجا عن الملة، لأن جفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ردة، مخرج عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعه تحتا عليك. نعم.